السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، فتاوى الناس ليوم الجمعة حلقة جديدة، نرحب بحضراتكم في مستهلها، وكالمعتاد نلقى صاحب الفضيلة الشيخ دكتور مجدي عاشور مستشار فضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء الذي أرحب به بداية. برحب بفضيلتك مولانا، أهلا وسهلا. نستكمل اليوم الحديث عن موضوع الزكاة وأحكامها، وكان حقيقة سؤالنا عن يعني ورد دينا سؤال يتعلق بفكرة هل هناك مواضع يحل فيها للرجل أن يستخدم الذهب، فضيلة الدكتور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأساس قال إني مسك الذهب بإيد والحرير بإيد، وقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، يعني الذكور الرجال لا يحل لهم استخدام الذهب أو الحرير. لماذا؟ لأن الذهب والحرير يتخذان للزينة، وليس من شأن الرجال، الأصل فيهم أن ليس من شأنهم الزينة، إنما الزينة هي للنساء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك يبقى الراجل ما ينفعش يتخذ ذهب، فيعمل ايه؟ هل في كل وقت لا يصلح ان يتخذ ذهبا؟ قال ممكن ان يتخذ ذهبا في حالة واحدة، وهي عند الحاجة، ويكون ليس للزينة، طالما ان الحاجة مش تبقى زينة يبقى عند الحاجة وكالعلاج، وقال يكون للزينة او الا يكون للزينة كأنه علاج. قالوا زي ايه؟ كتب الفقه القديمة قالوا في سيدنا عرفجة، ده من الصحابة، كان في احدى المعارك وحد ضربه بالسيف فقطع مقدم انفه، في مراخيره من قدام كده قطعها بالسيف. طب هيعمل ايه؟ هيفضل بمراخيره كده؟ فراح عامل تكملة للمراخير من فضة فانتنت والعياذ بالله، يعني بقى ليها ريحة لان الفضة بتسود. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هل جعلتها من الذهب؟ خلي الحتة اللي مراخيرك دي، الحتة اللي بدأت قطعت، خليها من الذهب. ومن هنا أخذوا جواز اتخاذ الرجل شيئا للضرورة من الذهب للعلاج أو للحاجة. ممكن يركب سنة من الذهب، ممكن ان هو لو انسان مثلا عنده حاجة في البيت وهتبوظ ومش هينفع فيها الا الذهب، مطلي كده بسيط عشان يحافظ عليها وهي مهمة، يبقى هنا قال يجوز اتخاذ الذهب في هذا الامر. طب لو ركب سنه او اكتر وبلغت حد النصاب يجوز عليها زكاه او يجب عليها زكاه مولانا؟ لو ركب السنه، احنا هنا لو ركب سنه ذهب قلنا يجوز، عشان خاطر ان السنه الذهب اذا لم يكن او اذا لم يكن غيرها يقوم مقامها. لو سنه تاني ممكن تقوم، احنا دلوقتي تقدمنا في الطب وفي طب الاسنان، فممكن في اسنان دلوقتي ممكن ما تكونش ذهب وتبقى احسن من الذهب وتبقى شكلها زي الطبيعي كده. فقال لك طب اذا وجد غير الذهب ما يقوم مقامه فهنا لا يجوز استخدام الذهب. طيب ما فيش وعاوزين الذهب عشان امتن وبيعيش، قال هنا ما اتخذناش للزينة هو وانما هو علاج، فيجوز ان يتخذ هذا الذهب سنة مثلا او سنا، يحط الراجل كده سنة دهب زي ما كنا بنشوف زمان، ولوقتي ما بقاش نشوف كده كتير لان السنان العادية او الشبه الطبيعية ابتدت المتقدم والخامات اختلفت. الحمد لله. كان سؤالنا على صفحة الفيسبوك بيتعلق بفكرة هل تخرج الزكاة عن الاشياء المطلية بالذهب، فضيلة الدكتور مجدي؟ الاشياء المطلية بالذهب، احنا يعني مثلا اواني او غيره، والطلاء ده بيسموه لون، وممكن يكون من الذهب بس الذهب الخفيف، فقالوا هل نخرج عليها ذهبا؟ العلماء هنا يفرقوا بين امرين. هل هي من بحيث انها لا تفصل، لا نستطيع فصلها عن الطبق او عن الاناء، حتى لو حطيناها على النار؟ قال لك لا نستطيع فصلها لان دخلت فيه قوي وهي رقيقه جدا. قال لا، هذه ليست عليها زكاه. ولكن اذا كان جرمها او السمك بتاعها تخين شويه، فقال هنا ممكن لو حطيناها على النار ستفصل، او هذا سيفصل هذا الذهب عن الاناء، ففي هذه الحالة قالوا إن هنا يخرج عليها زكاة إن بلغت النصاب. يبقى زكاة الأواني المطهية، الكوالين، المقابض، الحاجات دي، إذا كانت الذهب عليها لون بس سميك بحيث إن طبقة الذهب باينة وممكن فصلها حتى ولو بالنار، وأهل الصنعة اللي بيقولوا كده، فقالوا هنا نخرج عليها زكاة إذا بلغت النصاب اللي هي 85 جرام ذهب.
طب ما بلغتش وتوصل 40 جرام ذهب وعندي فلوس تانية، قال لك تحط الفلوس دي على الفلوس دي مقدار هذه ميه الذهب او الذهب، بلاش ميه الذهب لان ميه الذهب لا، الذهب ده نشوف مقداره حتى لو 50 جرام مش 85. عظيم. وعندي فلوس تانية تكمل النصاب بعد حلول الحول، احط قيمه الذهب ده مع الفلوس اللي عندي واطلع 2.5%، بس انا قلت بشرط ان يكون الذهب هنا نستطيع فصله عن الاناء او المقبض وما يكونش مجرد لون او ما يكونش طبقه رقيقه. طيب طيب يعني كان عندي سؤال لكن نرجئه حتى ناخد اخواننا على الاتصالات الهاتفيه ونبدا بالاستاذ عبد العال من كفر الشيخ. تفضل استاذ عبد العال. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. والله احنا اثناء في خطبه الجمعه اليوم اطال الخطيب خطبه الجمعه النهارده، فوجدت بعض الناس يعني قاموا وسابوا الجامع وراحوا الجامع تاني اثناء الخطبه. اثناء الخطبه فراحوا الجامع تاني، هل الصلاه بتاعتهم صحيحه او غير صحيحه؟ يعني قعد قد ايه كده يا حاج في الخطبه؟ نعم قعد قد ايه تقريبا في الخطبه؟ هو اللي جهد يطول يعني، خلاص بدا الخطبه الاولى لسه ما انتهتش وفي بعض الجوامع خلاص جربت تخلص الخطبه الثانيه. تمام. في سؤال ثاني يا حاج عبد العال؟ فتركوا المسجد وراحوا المسجد الثاني، فهل يجوز يعني الصلاه بتاعتهم صحيحه ام غير صحيحه؟ طيب شكرك شكرا جزيلا يا استاذ عبد العال. معانا الاخ محمود من القاهره، اتفضل يا استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للدكتور العظيم مجدي. شكرا وسهلا بيك يا فندم. لو سمحت يا دكتور مجدي انا عايز اتكلم في مداخله مع حضرتك. اتفضل. انا امبارح سالت سؤال وما فهمتش معناه. ربنا سبحانه وتعالى قال اللي خلق الارض على ماء جمد. اولا عايز اعرف يعني ايه ماء جمد، وهل انا لما اسال سؤال مش فاهمه ده ينقص مني؟ ينقص من حضرتك؟ لا خالص. لا حياء في الدين ولا في العلم. ولا انا ابقى يعني تعديت السؤال في الفتوى؟ أبدا. خالص خالص. خليك متابعنا يا استاذ محمود. هو السؤال الاولاني واضح يا دكتور؟ أيوة. خلق الدنيا. طيب استاذ محمد. استاذ محمد من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت بس سؤال طبعا بخصوص الصلوات الفائته من عمر كبير يعني. يعني والدتي كانت سمعت فتوى ان هي بتصلي السنن على طول وبتصلي قيام الليل وكده، بس طبعا في صلوات ممكن وهي شابه ما كانتش بتصليها او يعني ما تعرفش ظروفها ايه او ما تعرفش تعدها بالظبط قد ايه. فاحنا بنسال هي هل الصلوات السنن والرواتب وقيام الليل هل بيجب الصلوات القديمه اللي احنا مش عارفينها؟ ولا هو لازم يصلى كل ما فروض او نحاول نصلي الصلوات القديمه؟ وهل هو يعني فعلا لازم نصليها ولا ممكن الصلوات الرواتب دي تغني عنها؟ شكرا جزيلا يا استاذ محمد. اختنا ليلى من القاهره. الو السلام عليكم. وعليكم الجيزه. اتفضلي يا استاذ ليلى. تحياتي لحضرتك استاذ شريف. ربنا يحفظك ويبارك فيك. فضيله الشيخ العلامه دكتور مجدي جمعه. ربنا يبارك فيك يا فندم. مجدي عاشور انا اسفه. انا بس عندي ثلاث اسئله وواحد منهم مرتبط بموضوع ماء الذهب والزكاه. بالنسبه للنجف اللي هو مطلي بميه الذهب. نعم. ليه احنا بنشتريه كده؟ علشان ما يطوصش، عشان يفضل عمره يعني، مش عشان زينه، مش عشان تفاخر بانه مثلا مطلي بميه الذهب، لا احنا بنشتريه كده لانه ده بيطول عمره وما بيطوصش. وهي عباره عن سلوك خفيفه يعني وبتبقى مطليه بميه الذهب. برضو بالنسبه لاطقم الصالون اللي معموله المذهب بتاعها ورق الذهب. نعم. معرفش ايه حكمهم دول. نعم. عندي بقى سؤالين تانيين. انا النهارده للاسف في الفجر يعني انا دايما بيبقى على بالي القنوت يعني بقى حريصه عليه، لكن فجاه لقيت نفسي بسجد في الركعه الثانيه السجده الثانيه كمان، وافتكرت ان انا الله ده انا ما قلتش دعاء القنوت. ف
فبقيت يعني بصراحه متنكده جدا ومش عارفه بقى اعمل ايه، اقف تاني وادعي ولا. فالمهم كملت السجده وسجدت سجدتين سهو وختمت الصلاه، بس بقيت متضايقه جدا ومش عارفه في الحاله دي اعمل ايه. فده السؤال. السؤال الثاني، يجينا على الواتساب رسائل بتبقى يعني كلها زي مواعظ وكده، بس هي انا بحس انها سلفيه اكتر لانها كلها ترهيب، يعني لو ما عملش كذا يحصل كذا، ولو ما عملش ما فيش حاجه، لو عمل كذا يعني ياخد مثلا ثواب كذا وكده، ويبقى فيها استحلاف في الاخر انه لو ما اتنشرتش الرسائل دي هيبقى في عقاب كذا ومش عارف ايه، ويعني الواحد او الشيطان بيبقى تغلب علينا ومش عارف ايه. طب الرسائل دي يعني من كتر ما هي بتيجي، لو الواحد بعتها لكل الناس بقى كل شويه كل شويه، انا بخاف انه الناس هتتضايق، وفي نفس الوقت يمكن انا كده بحملهم ذنوب وانا كمان بتحمل ذنب. فالرسائل دي الواحد موقفها ايه، يعمل معاها ايه؟ حاضر. شكرا يا مدام ليلى. اختنا شاديه من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور مجدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ثلاث اسئله بعد اذنك. اتفضلي. السؤال الاولاني في اللي هو الايه الكريمه اللي الدعاء اللي بيدعي بيه سيدنا يوسف، ربي قد اتيتني من العلم وعلمتني من تاويل الاحاديث الى اخر الايه الكريمه. ينفع ان احنا كبشر ندعي بالدعاء ده على اساس يعني انا على نفسي مثلا علمي محدود، ما عنديش علم مثلا بالفقه. اتيتني من الملك. اتيتني معلش من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. صح كده؟ فاحنا يعني ينفع ان احنا ندعي بالدعاء ده على اساس ان هو في اخر الايه توفني مسلما والحقني بالصالحين. نعم. طب في سؤال تاني، لو انا دلوقتي بصلي مثلا في الركعه الثانيه جيت قريت نص السوره صح، بصلي بالسور الكبيره، قريت الايتين مثلا من السوره صح والايتين التانيين لخبطت فيهم، في الحاله دي اعيد الصلاه تاني؟ طيب. في سؤال تاني؟ السؤال الثالث، النقط اللي هي بتتحط في الانف لما الواحد يكون صايم بس الصيام اللي هو اثنين وخميس بتبطل الصيام؟ طيب. نقاط الانف. شكرا جزيلا. طيب يعني حتى نخرج لفاصل يا مولانا ده. ممكن ان نجيب ان الاستاذ عبد العال من كفر الشيخ. طيب. الاستاذ عبد العال طبعا عن موضوع الخطيب اللي اطال والبعض ترك المسجد زي ما حضرتك عارف. طيب احنا هنا في هذا المقام طبعا بنهيب بالساده الخطباء والائمه، العزائم قلت وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، وإحنا لو قلنا بس فائدة واحدة في الخطبة نخرج منها، مش عاوزين خمس فوائد ولا ثلاثة ولا اثنين، عاوزين واجب واحد نعمله. يعني إحنا بنعمل دوما بيكون في موضوع محدد، ووزارة الأوقاف على فكرة محددة الوقت كمان، قالت ممكن 15 دقيقة تلت ساعة بكتير عشان الناس لا تمل. والتلت 15 خطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو انت حضرتك حصرتها في كتاب كده مطبوع اسمه خطب النبي صلى الله عليه وسلم، اكبر خطبه لو قلتها بالراحه مش هتطلع 10 دقائق، 10 دقائق بس. بس كان بليغا خير الكلام ما قل ودل. فهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي يعني من مئنة الرجل من فقهه وعلمه وحكمته وحلمه قصر الخطبه وطول الصلاه. قصر الخطبه اقصر في الخطبه، مش عاوزين كلامنا احنا يبقى كتير شويه، انما كلام ربنا في الصلاه اللي هو القران نكتره. فاحنا لا عاوزين نطول في الصلاه ولا عاوزين نطول في الخطبه، لان الناس العزائم قلت شويه، فاحنا عاوزين نقلل هذا الامر بحيث ان الناس لا تمل من المنظر اللي حصل ده، ان هم سابوا المسجد، الامام كده عمل فتنه فالناس سابوا المسجد ومشوا. فاحنا بنقول ايها الامام انما جئت لتجمع الناس لا تفرقهم، لا لتفرقهم وتفتن بينهم. فهنا مشوا سابوا المسجد بتاعك، اولا طعنوا فيك بهذه الطريقه ولا ينبغي ان يكون هكذا. بس بنقول للناس برضو تصبروا، ممكن نجلس مع الامام بعد كده ونقول له لو سمحت اهل القريه اهل بتاع لو سمحت ما تطولش بينا لهذه الدرجه، لان في انا التعبان وعندنا مشاغل. ولكن السؤال هو بيقول ان في ناس خرجت من المسجد ده لمسجد اخر، لو ان الامام طول بطريقه متزايده عن العرف واستمر كده كذا مره، يبقى الاصل ان احنا ما نروحش المسجد ده، مش نهجره لا، او نبلغ يعني الامام اولا مره واثنين وعشره، ما كانش كده في وزاره الاوقاف نبلغها بهذا الامر حتى لا نحدث فتنه في المسجد. انما اللي حصل النهارده هو وقع خلاص، انهم خرجوا من المسجد وراحوا مسجد ثاني. هو بيسأل عن صحه صلاه اللي خرج راح مسجد ثاني. هم صلاتهم حضرتك احنا بنقول الصلاه صحيحه،
احنا بنتكلم هل لهم ثواب الجمعه؟ انت قطعت الجمعه، الصلاه صحيحه، فارق بين ثواب الجمعه، الصلاه صحيح، حكم الصلاه صحيحه ولا باطله؟ لا صحيح. صحيحه. ولا خدنا ثواب الجمعه لانك قطعت الخطبه وخرجت الى مكان اخر وخرجت من خلال الشارع؟ الخطبه تقوم مقام ركعتين طبعا يعني. فاحنا بنقول له هنا لو كان الامر متكرر كتير وهذا الامام بالفعل يصيب الانسان بالملل، نرجو الا تضيع عليهم او يضيع عليهم ثواب الجمعه، انما صلاتهم صحيحه على جميع الاحوال. انما الاهم من كده انا عاوز الامر يعالج بحكمه، بحيث ان احنا نقول للامام اكتر من مره الناس هتطفش منك، احنا جئنا عشان نجمع الناس مش عشان نفرقهم، مش كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونوري له خطب سيدنا النبي ممكن هو يطلعها من على الجوجل وكده عليها 10 دقائق، ليه بتطول انت؟ احنا عاوزين نتكلم في صفه واحده، في خاصه واحده، هنتكلم في حكم واحد، ده ما ياخدش 10 دقائق والناس تخرج بس تعمل بحكم واحد. لو ان الناس عملت كل جمعه بشيء واحد وتراقمت الجمع الناس هتبقى كويسه جدا. يبقى كثره الكلام هذه لا تصلح، انما المهم هو الفعل بما تقوله. فنربى باخواننا الائمه وائمه المساجد والخطباء ان يفعلوا هذا. يعني بتاعت معاذ الصحابي الجليل مع رسول الله في الصلاه يعني. كمان مش في الخطبه، قال له أفتان انت يا معاذ، يعني اسكن في الصلاه وايكم من صلى بالناس التي انت بين يدي الله، قال له افتان انت يا معاذ، وفي روايه افاتن، قال له كده افاتن افاتن افاتن، انت بتفتن الناس يا معاذ، ده يعني ايه اعلم الناس بين الحلال والحرام؟ معاذ بن جبل. فاحنا بنهيب بالساده الائمه وبنقول للراجل الطيب ده ان صلاتهم صلاه الجمعه صحيحه، ونرجو الا ينقص من ثواب جمعتهم شيء ان شاء الله، وبس ننبه الامام برفق ومش عاوزين نختلف. طيب قبل ما نستقبل هناخد بس تليفون من الاسماعيليه. اتفضل الشيخ مجدي. الو. لا فصل. طيب الاستاذ محمود من القاهره. استاذ محمود انا بقول له الاول ان اي سؤال الانسان معرض يسال اي سؤال في الدين او في الشريعه، وهذا لا ينقصه. سيدنا النبي يقول ايه؟ هلا سالوا اذا لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال. ده السؤال ده مهم جدا. سيدنا النبي القران صدر ويسالونك ويسالونك، يبقى هنا حضرتك السؤال مهم ان احنا نسال، خاصه بقى اذا كان سؤال هيترتب عليه عمل. فهنا الشيخ ممكن ما انتقص، ما فيش حد يقدر ينتقص من حد، ولكن بعض الناس بيقولوا احنا عاوزين نسال سؤال يكون عليه ترتب عليه عمل. يعني انا كنت في بعض اللقاءات في احدى القنوات، ففي راجل فاضل بيسالني بيقول لي هو عصا سيدنا موسى فين دلوقتي؟ فانا قلت له طيب احنا هنعمل ايه بالعصا دلوقتي يعني لو موجوده؟ وايه الفايده منها؟ وهي موجوده ولا مش موجوده؟ طب ايه الفايده؟ نعرف مكانها؟ ما فيش فايده. وده القران علمنا اياه، لما فضل قال اهل الكهف قال سيقولون ثلاثه رابعهم قلبهم، ويقولون خمسه وسادسهم قلبهم، وهكذا. قال لك مش مهم العدد، المهم ان انت عرفت القصه وخرجت بالفايده والنتيجه. انما احنا حضرتك لا نسفه احدا سال سؤالا. ليه؟ ما كناش احنا اللي هنجاوب، من مين اللي هيجاوب؟ صحيح. احنا شغلتنا خدمه الناس والاجابه عن اسئلتين بس. بنقول احنا تملي حضرتك بقى والساده المشاهدين وانا معاهم، نحرص على الاسئله التي يترتب عليها عمل. ليه؟ عشان اعمل. احنا عاوزين ورشه عمل على طول، عاوزين انتاج عبادات وطاعات واخلاق. انما السؤال بتاع حضرته بيقول خلق السماء من ماء مجمد او جامد. طبعا ورد في بعض التفاسير في تفسير هذه الايات ان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده، قال خلق السماء، قال له ايه؟ قال من ماء. خلاص؟ من ماء وبعدين تجمد. وبعدين ورد في احاديث كده عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها حسن او صحيح وبعضها لا يكون صحيحا. فاحنا هنا الماء المتجمد، وتجمدت تجمد الماء وخلقت السماء من هذا الماء. فاحنا هنا حضرتك كانتا رتقا ففتقناهما. لما جه كده الاثنين كانوا معمولين كده مع بعض، السماء والارض، ففتقناهما، بقت السماء لوحدها والارض لوحدها. فاحنا هنا حضرتك السؤال بس اهم حاجه ان يكون تمام. مترتب عليه عمل او عقيده حتى ناخذ ثوابا على فعل ما سالناه. استاذن فضلتك ناخذ اختنا ايمان المنوفيه. الو. وبعدين نجيب بقيه الاسئله. استاذ جمال. استاذ جمال من المنوفيه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. اتفضل يا حاج جمال. وعليكم السلام وبركاته. سمعت الله عز وجل على قرض من البنك. اتفضل بسرعه يا استاذ جمال معلش. عاوز عايز قرض عشان اصب بيه البيت لو سمحت. قرض من البنك عشان ايه؟ اصب يعني اقدم البيت بتاعه. يصب البيت بتاعه. طيب. على الرغم ان عندي ثلاثه اريض زراعه بيساعدوني في المعيشه، هل ينفع ابيعهم او اجيب القرض؟ طيب شديد. انت هتاخد البنك بضمان حاجه حضرتك؟ انا موظف.
طيب شكرا شكرا حاج جمال. طيب هنجيب الاخ جمال وباقي اخواننا واخواتنا اللي اتصلوا، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. أرحب بحضراتكم مجددا في الجزء الثاني من فتاوى الناس ليوم الجمعة مشاهدينا الكرام، وأرحب بفضيلة العالم الجليل الدكتور مجدي عاشور مستشار فضيلة المفتي. كنا نتحدث عن أحكام الزكاة مولانا، ووردت لنا أيضا مجموعة أسئلة أخرى في أمور شتى. يعني الأستاذ محمد من القاهرة كان بيسأل حضرتك عن الصلوات الفائتة، وهل السنن والرواتب تجب هذه الصلوات ولا لازم الإعادة؟ يعني احنا بنقول الأستاذ محمد أنا أشكره عشان بيسأل بالنيابة عن والدته، ده حاجة جميلة. والمسألة دي يظهر شغل الناس شوية، مسألة قضاء الفوائد. احنا قلنا جمهور العلماء او جماهير العلماء بتقول انه يجب قضاء الفوائد. ليه؟ لانه دين، اذا فاتتني الصلاة ما انتهتش بقى وماتت خلاص، لا ده دين عليا، زي الصيام دين عليا وهكذا. فهنا في دين على الانسان الذي ترك صلاته اللي هي الفوائد. الدين بنعمل فيه ايه؟ لابد ان نقضيها. فهنا قضاء الصلاة الفائتة واجب لازم نقوم به. في بعض الأقوال مثلا لابن تيمية أو ابن القيم أو غيره بيقول إن الصلاة السنن والنوافل يعني تجبر الصلاة الفوائد، بس إحنا بنقول له كيف تجبر النافلة الواجبة؟ يعني واحد عليه زكاة واجبة، واخد بال حضرتك، لازم يدي زكاة واجبة وبيطلع صدقاته ومطلعش الزكاة، ينفع نعمل كده أطلع صدقاته ومطلعش زكاة؟ لا. يبقى أنا لابد من قضاء الفوائد مع كل صلاة، نصلي صلاتين، نصلي صلاة واحدة، نصلي أربعة على حسب الوقت ونصليها، لأن دين الله أحق أن يقضى. تمام، ناخد بس أم إبراهيم من الدقهلية ونستكمل مع الأستاذ محمد من القاهرة، أو نروح بقى لأختنا ليلى من الجيزة. اتفضل اتفضلي يا أم إبراهيم. ازيك يا دكتور مجد؟ ازيك يا أستاذ شريك؟ ازيك يا حضرتك؟ ازيك يا سيدي؟ ازيك يا فندم؟ لو سمحت يا دكتور مجد، في اللي هي كلمة كن فيكون، أنا عديت حروف الآية الكلمة دي لقيتهم سبعة، وأنت عارف حضرتك عند العرب عدد سبعة بيبقى عدد ما لا ينتهي من العدد، فهل هي من أسماء الله الحسنى؟ وهل يجوز التعبد بها والدعاء بها؟ شكرا. ماشي. السؤال واضح عند فضيلتك؟ نعم فندم. طيب ناخد أم كريم من الإسماعيلية. أم كريم؟ أم كريم؟ طيب فاصل خط. نروح لمدام ليلى من الجيزة يا دكتور. تسأل عن النجف، أول سؤال ليها، المطلي بالذهب وأيضا أثقب الصالونات المطلية بالذهب. إحنا قلنا الحاجات دي مما يتجاوز فيها، يعني مما يتساهل فيها، اللي هو النجف، لأنه معمول بيسموه مية الذهب مش الذهب الحقيقي، ولو كان ذهب حقيقي بيبقى رقيق جدا. احنا بنستخدمه هنا بدل ما النجف نغيره كل سنتين ثلاثه، بيعملوه بالذهب عشان يغيره كل 10 سنين عشان الناس ما تتكلفش. فده معمول للحفاظ على الاشياء، فدي ما فيهاش حاجه يجوز استخدامها. انما احنا عندنا شقين، يجوز استخدامها، يجوز اتخاذها، والحاجه الثانيه عليها زكاه، ده السؤال الثاني. فاحنا قلنا يجوز اتخاذها لانها تحافظ على الاشياء. انما زي الساعه كده، ممكن واحد يدي الساعه مذهبه شويه، فبياخدها مذهبه ليه؟ بدل ما اغيرها كل سنه وتعمل سواد وكلام من ده، الذهب الخفيف، ميه الذهب او الذهب الخفيف ده عليها، بيحافظ عليها. انما الزكاه تطلع عليها. قلنا بقى النجف ده ما اظنش ان طبقه الذهب اللي عليه او الاطقم بتكون كبيره، فمن ثم يعفى عنه ولا يخرج عنه الزكاه. طب سؤال ثاني بتقول سجدت، يعني انا اشكرها الفجر. لانها يعني ايه صلاه الفجر، على فكره صلاة الدعاء القنوت فيها بيشعر الإنسان كده بروحانية. وقت الفجر ده كان الناس زمان حتى الطيبين يقولولنا إيه؟ يقولولنا الوقت اللي في الفجر وبعد الفجر تحس كأننا ماشيين في الجنة. واحد الناس كانوا بيقولوا كده، فبقولوا أنت رحت الجنة أصلا؟ أو استشعار عنده روحه بتقول كده. ليه؟ كأنه وقت هدوء، وقت مناجاة، وقت قرب، وقت أنس، وده كله في الجنة. المناجاة والأنس والقرب والحاجات دي كلها في الجنة. فإحنا بنقول دعاء القنوت في الفجر
اللي هو سنة عند سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو بعد ما نركع في الركعة الثانية نقوم من الركوع بندعي ربنا دعاء القنوت. اللي بيواظب عليه بيبقى واخد عليه وبقى جميل قوي بالنسبة له وما يقدرش يفوته. بس بنقول لحضرتك لو فاتك ما تزعليش، انت عملت الصح على فكرة، كويس انت ما قمتيش ليه تاني وإلا كانت تبقى مشكلة كبيرة، انما انت جلستي وكملت الصلاة وسجدتي سجدتين للسهو لتركك هذه السنة عن الإمام الشافعي أو عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مذهب الإمام الشافعي، وده تصرف صحيح. وندعي بعد الصلاة، فرب الصلاة هو رب خارج الصلاة، في ربك في كل وقت. فإحنا معاكي إن دعاء القنوت حاجة جميلة، ولكن الذي فعلتيه هو صحيح. وإذا فاتك القنوت لا تحزني على شيء قد فات منك، وإنما استدركي بكثرة الدعاء بعد ذلك. في سؤال ثالث بس أستاذن فضلتك ناخد بس التليفونات اللي منتظرة مولانا بعد إذنك. تفضل يا فندم. أختنا زينب من الأسكندرية. أستاذة زينب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. إزيك يا ابني؟ إزاي حضرتك؟ سمعينك يا فندم اتفضلي. الله يخليك. إزاي الدكتور مجدي؟ الله يبارك فيك. والله أنا سؤالي النهاردة رحت صليت الجمعة، طبعا دخلت صليت تحية المسجد وقعدت نقرأ القرآن بتاع الصلاة، وبعد ما ختم القرآن قمنا صلينا ركعتين سنة. ففي ناس قالت لا ده ما حدش ما فيش سنة بعد ايه بعد يعني القرآن، يعني بعد القرآن في سنة قبل صلاة الجمعة، فهذا صح يعني ولا ايه؟ طيب في سؤال تاني يا حاجة زينب؟ في سؤال التاني، احنا دمينا مبلغ كبير يعني في المسجد وفرشنا المسجد كله بالموكيت وجبنا مراوح وكده، هل دي تبقى صدقة جارية؟ عظيم. طيب شكرا جزيلا لحضرتك. ناخد ام عمر من اسكندريه. فصل. طيب مدام مروه او استاذه مروه من القاهره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه مروه اتفضلي. لو سمحت انا كنت بسال عن انا جرافيك ديزاينر، انا بحتاج ان انا اصمم مواقع او بروشورات او يعني حاجات على النت وكده، فهل انا ممكن في بعض الامور بحتاج مثلا ان انا احط صوره في يعني تكون سيده مثلا بتعلم طفل او سيده بتاكل او بتلعب رياضه او كده، فهل هو حرام ان انا احط صوره السيده دي ولا لا؟ طبعا صور النت موجود منها كتير. الصور بتحصل عليها من اي مواقع؟ مش حد تعرفيه طبعا يعني. مش حد تعرفيه صورة؟ لا 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 من الصور المنتشرة على المواقع، وغالبا تبقى الصور دي للسيدات او بنات اجنبيات، يعني طبعا بتبقى بشعرها ما بتبقاش محجبة. فهمت حضرتك. فهل انا ينفع احط ده ولا لا؟ ده سؤال الاول. السؤال الثاني، انا بسأل في بعض القنوات بتعمل برامج او مسابقات وبتقول الاسئلة بتكون يعني اي طفل ممكن يجاوب عليها ويقول لك وتكسب مثلا من 1,000,000,000 كمان، وفي حاجات بقت هدية تكون عمرة، فهل ده حرام ولا حلال ان الواحد يشترك فيها؟ انا شايفة يعني ما عارفش طبعا تتفيدوني، بس انا شايفة ان هي بتبقى عاملة زي القمار، ناس كتير تقعد تبعت وواحد بس اللي بيفوز اذا حد فاز يعني، فهل ده حرام ولا لا؟ يكسبوا ملايين الحياة وبيغلبوا الناس. اذا كان حرام مين بقى يمنع الكلام ده؟ هل ده في رقابة عليه؟ هل الدولة بتمنعه؟ الازهر ليه دور في كده؟ مين اللي يمنع الكلام ده عشان طيب. محدش يقع، لان مش كل الناس بتكون على علم، في ناس كتير بتقعد تبعت وما تبقاش فاهمه انها وقعت في الغلط. طيب. كان غلط يعني. شكرا يا نسا مروه. ام كريم من اسماعيليه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وتحياتي وتقديري للاستاذ مجدي عاشور. ربنا يبارك في حضرتك اتفضلي. انا عندي سؤالين لحضرتك. اتفضلي. الاول في حفظ القران، انا بحفظ قران يعني لو حفظت مثلا صفحه في اليوم ممكن يعادلها في الوقت حوالي جزئين في القراية، فإن هون الأحسن إن أنا أحفظ ولا إن أنا أقرأ القرآن وأنا مش حافظاه وأخلص أكتر؟ ده سؤال الأولاني. السؤال الثاني، أنا كنت في عمرة وبعدين أنا ما بقدرش أصلي، بجيب الكرسي اللي هم اللي بيجمعوا دولت وبصلي عليه، فلما بروح مكة بشتري واحد وبسيبه في صدقة جارية ما باخدوش معايا، ولما بروح المدينة بعمل نفس الطريقة. في اخر يوم وانا في مكة كان معايا الكرسي وكنت بشتري بقية طلباتي ومستعجلة من سوبر ماركت كبير قدام الحرم، فنسيته في السوبر ماركت،
لما رجعت عشان اخده قالوا لي تخشي خدي واحد من اللي جوه دولت، الناس كلها اللي بتنسى حوالي 100 او اكتر من 100 كرسي. قلت له دول بتوع مين؟ قال لي دول الناس اللي بينسوه، وما دام انت نسيتيه خدي واحد من دول. فاخدت واحد، بس انا قلقانه من ساعتها، بس سبته في الحرم، كان ليله واحده بس صليت وسبته في الحرم. تمام. وقلت في نفسي يعني يا رب ايه، يا ثواب ليا يا ثواب لصاحبه، وسبته ومشيت. مش عارفه يعني بقى دوت ايه، اعمل ايه في الموضوع ده، وهل كده انا ان شاء الله خير؟ هوني على نفسك يا ام كريم، واسمعي فضيله الدكتور مجدي ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. الاستاذه ايمان من الاسماعيليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال عن كفاره سب الدين. كفاره سب الدين؟ اه. طيب شكرا يا استاذه ايمان. هنرجع في ام عمر منين من اسكندريه. اتفضلي ام عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. سامعين حضرتك؟ السلام عليكم. سامعين حضرتك يا ام عمر، اتفضلي. انا بسال عن التجاره بالله عليك يا شيخ. بالله عليك يا شيخ تدلني على الصح. في ناس بتقول لي 20 على 100، وناس بتقول لي لا 30، وناس بتقول لي 25. فانا عايزه برضو ما يبقاش في مالي في حاجه ربا او كده. مش هو ده الربا ان انا اخد زياده او كده؟ هو انت بتخرجي فلوس ولا بتجري وبتكسبي نسبه؟ لا، بجيب غساله للي عايز، ثلاجه، بوتاجاز، اللي عايز اي جهاز كهرباء، عايز هدوم برضو بجيب له كده. فيعتبر بس بالله عليك دليني بالظبط كام على المية؟ 20 30. بوري عن النبي عليه الصلاة والسلام 20. طيب يا ام عمر شكرا جزيلا لحضرتك. بضطرين ناخد فاصل يا مولانا، فضل ونرجع بقى نجاوب حضراتكم ان شاء الله، وكمان نطرح اسئلة الفيسبوك على الدكتور مجدي باذن الله. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. مجددا فتاوى الناس ليوم الجمعة الجزء الأخير. فضلت الدكتور مجدي كنا نجيب الأخت ليلى، وكان سؤالها الثالث فكرة الحاجات اللي بيجيلها على الواتساب بتاعت الوعظ والترهيب وكده، هل تنشرها ولا لا؟ دلوقتي أنا برضو بنوه أن الجماعات المتطرفة ابتدت تستخدم الواتساب بالذات في نشر فكرها، وبتنشر كمان. وأنا أشكر حضرتك على هذا الحس، أن الحاجات اللي كلها ترهيب وتخويف وترويع للناس، وكأن احنا في عذاب، يعني ما لا يرسلون ترغيبا ابدا. بعض الجروبات كده نشوف ان هم بيرسلوا ترغيب، قول كذا ربنا هيديك كذا، مش انما التاني لو ما قلتش هيحصل. شوف فرق بين الاثنين، قول فهتاخد حاجه حلوه، التاني لو ما قلتش هتعمل ده الفرق. لذلك بيسمي عذاب القبر ونعيمه. فنقول له طب ما تقول نعيم القبر وعذابه، خلي النعيم في الاول. ليه تملي العذاب كده؟ فاحنا بنحذر من هذه بيسموها اللجان الالكترونيه والمجموعات الالكترونيه، وبيدفع عليها فلوس كتير، بيفضلوا يبلغوا ويكتبوا على الواتساب وكذا وكذا عشان ينشروا الفكر. وده كان القنوات التلفزيونيه لما وجدوا انفسهم لم يجدوا جمهورا وضيق عليهم في هذا، حبوا يستخدموا الواتساب وينشروا فكرهم المتطرف. فاحنا بنحذر من هذه الظاهره، خاصة الفكر الذي يدعي أنه سلفي أو غيره. لا، لأن احنا جئنا رحمة للناس ولم نأتي لنفزع الناس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فاحنا بنحذر من كده. ومفيش أي حاجة تيجي لو ما نشرتهاش ونشرها لكذا واحد اللي يقول لك كده في الآخر، لا تنظري إلى الرسالة أصلا، إنما الذي يريد أن ينفع الناس إنما ينفعهم ويرغبهم في دين الله
ويحببهم إلى الله عز وجل، فنحذر من هذه الظاهرة. طيب الأخت شادية من اسكندرية. هي طبعا الآية بتاعت سيدنا يوسف، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ده دعاء جميل، ممكن ناخد من أوله فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ممكن ناخد من أول كده وندعو بها ويكون ورد جميل. حضرتك طيب أخطأت في قراءة بعض الآيات، قرأت آيتين صح وآيتين خطأ. الخطأ في الآيات لا يبطل الصلاة، دي قاعدة ناخدها كده، لا يبطل الصلاة الخطأ في الآيات إلا إذا كان في الفاتحة في ألفاظ معينة، زي ما نقول بدل ما أنعمت علينا أنعمت، يبقى ده الغلط مثلا. إنما غير كده في السور الباقية اللي هي بعد الفاتحة الخطأ في الآيات لا يبطل الصلاة، ولكن لا نحاول أن نخطئ كثيرا أو نحاول نتعلم في أثناء الصلاة، ولكن نقرأ ما نجيده. نقاط النقاط في الأنف، احنا قلنا إذا وصلت إلى الخيشوم إلى داخل الأنف يبقى ممكن هتوصل للحلق ونجد طعم كده، يبقى قالوا الأولى ألا نضع نقاطا في الفم في الأنف أو الفم في ساحة الصيام، لأنها مظنة للوصول إلى الحلق فهي تفطر، ونبتعد عنها ونضعها. أخ جمال من المنوفية. الأخ الأستاذ جمال من المنوفية بيقول أنا هاخد قرض من البنك وعنده طلب قرارين، بيقول هبني البيت. لو أنت محتاج لبناء البيت، عايز يصب البيت يا مولانا، هو هيصب البيت يعني هو واضح انه باني وعنده مشكلة يعني هيصب البيت، يعني انا عندي مشكلة خدت البيت، احنا مش عايزين نعنت على الناس يعني هو عنده البيت وما عملش السقف وواقف، فهياخد بقرض من البنك. لو انت استطعت البنك يمولك، نسميه تمويل ما نسموهش قرض، ده يكون جميل، انما ما فيش قدامي اي طريقة الا انا اخد عشان اعمل البيت وسقفه. لا، خد اعمل البيت وسقفه، ودي حاجة، واذا وجدت الحاجة فلا حرمة مباشرة كده. نعم. إذا كان في حاجة ياخد وما فيش حرمة إن شاء الله. طيب كن فيكون. السيدة أم إبراهيم يعني سؤالها جميل، كن فيكون سبع مرات، ده شيء جميل على فكرة، عشان كده بيقولوا بعض الناس بيقولوا ما تقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون في سورة آخر سورة ياسين، يقول لك تقولها سبع مرات وبعدين تدعو لعل الله عز وجل أن يستجيب لك. بعض أهل الله بيقول كده وبعض العلماء، ده كلام جميل حضرتك. كن فيكون ده فعل أمر، وبعد كده بيجي جواب الشرط وجواب وفعل الشرط نفسه. كن بيقول الشيء سبحانه وتعالى، يعني ولله المثل الأعلى، بيقول الشيء كن فيكون الشيء على طول، ما فيش وقت ولا زمان ولا مكان ولا غيره. فدي حضرتك ليس من أسماء الله الحسنى كما نص العلماء. هل ممكن يجوز التعبد بها؟ طبعا يجوز التعبد بها. ندعو بها؟ لا، احنا بنقول كن فيكون وندعو بعدها، يبقى ندعو بعدها لا بها على طول. يبقى لو عملت كده حضرتك ان شاء الله مظنت ايه، ان يا رب انا بسألك 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 وانت في ايدك كل حاجة، لدرجة ان تقول الشيء كن فيكون، فيا رب قول للشيء بتاعي كن فيكون على طول عشان تستجيب ليا ويحصل، فده مظنة الاجابة. فندعو حضرتك لهذا العمل لا شيء فيه ان شاء الله. حاجة زينب من اسكندرية، ركعتين قبل صلاة الجمعة بنصلي تحية المسجد، ممكن بعد الاذان الاول الناس بتقول صلي ركعتين، ماذا الامام الشافعي قال ما فيهاش حاجة، نصلي ركعتين قبل بعد القرآن لا شيء فيه. قبل الصلاة قبل الاذان، ده بعد القرآن الجمعة. طب قبل الاذان هنصليها نافلة؟ يبقى نصليها نافلة مفيش مشكلة، انما بنقول على الناس اللي بيصلوا ركعتين بعد الاذان كأنها سنة، فنقول مذهب الشافعي يقول هذا لا شيء فيها، ولا نريد ان نختلف في مثل هذه الامور، فامرها هين وبسيط. صدقة جارية، فرش المسجد والمراوح وكده، طبعا صدقة جارية كل شيء يمتد له وقت يطول فهو ويكون في الخير، فهذا في المسجد طبعا يكون صدقة جارية إن شاء الله بقدر استخدام هذا الفرش وهذا الدهان وكله إن شاء الله. مروة، الأستاذة مروة بتقول أضع صور سيدة، إحنا يعني بنقول الصورة دي اللي إحنا عاملينها هي صورة حقيقية، لأن بيقولوا ده حبس الظل، والصورة حبس الظل دي بيقولوا مش هي المرأة حقيقة، ده صورتها، فبعض العلماء بيقول ده حبس الظل ومش صورتها حقيقة، فبقول لا شيء فيها، ولكن إحنا بنقول من باب أولى، من باب أولى والأحسن والذي ينبغي ألا نضع صورة لامرأة تظهر شعرها أو تكون عارية أو شيء من هذا. مسابقة بقى الأسئلة، أنا ما أعرفش طريقة اللي بتقول عليها، إنما إذا كان فيها كل شيء، إذا كان فيها عقد بين اثنين منها المسابقات دي كده، إذا كان فيها غش وضرر وتدليس على الناس فهي حرام حرام. إنما هذه المسألة قد لا أعرفها جيدا، إن بيتصل واحد بس اللي يفوز، طيب هل ده على جهة التبرع؟ ما الناس عارفة، فممكن يقول لك ده هم متبرعين كلهم، أنا مش عاوز تنازلت عن فلوسي. طيب إحنا لو كده، طب ما إحنا ما نتصلش،
لان احنا عارفين واحد اللي هيفوز ومليون واحد هيتصل، ما نتصلش بالظبط. انما ما نقدرش نقول بالحل والحرمه مباشره كده، لان ممكن يكون ده من باب التبرع من المتصل الى الانسان المستفيد، واذا كان من باب التبرع فلا شيء فيها. انما اذا كان المستفيد يفعل ذلك من باب الغرر والتدليس والغش وخداع الناس فهذا يكون حرام وغرض الربح يا مولانا. طيب خليني اخد سؤال الواحد فيسبوك قبل الوقت ما يدهمنا ونستكمل ان شاء الله بقيت اخواتنا. نعم. سؤال من الاخ محمد شحات بيسأل، هل يجوز لأب وابنه أن يتزوج من سيدة وابنتها؟ أيوة نعم يجوز، من أب وابنه. يعني الأب يتزوج الأم والابن يتزوج البنت؟ نعم. هل يجوز؟ نعم يجوز. طيب أرجع تاني لأم كريم من إسماعيلية مولانا. نعم. تحفظ قرآن ولا تقرأ أكثر؟ لا تحفظ طبعا. لو كانت بتحفظ حقيقة صفحة في اليوم وحضرتك ولا تقرأ جزئين، لا انا احفظ صفحه في اليوم، لان بعد وقت معين بقى القران كله في قلبك، هتقرا 10 اجزاء مش جزئين، وبدون المصحف مش محتاج المصحف، هتقرا من قلبك. فانا اشجع على الحفظ، لو كان الحفظ بهذه الطريقه انا اشجع عليه. يبقى وخلي بال حضرتك لما بتيجي تحفظي القران صفحه وانت بتقريها مره واحده، ده انت يكاد يكون بتقريها قد ما بتقري الجزئين، بتقريها 10 مرات عشان تحفظ 20 مره، فكانك قرات الجزئين. اوعى نفتكر ان قراءه القران لازم اقرا 20 صفحه عشان يبقى الثواب متنوع وكتير. يعني لو قرات صفحه واحده 50 مره انا خدت 50 ثواب. تمام. انجاز التعبير. هي نسيت الكرسي بتاعها وبعدين لما رجعت قال لها خدي كرسي تاني، ده كله اصلا منسي او ضايع مني. بس خلص. يعني انتبه شيء من وهي في كل حاجه مفيش اي حاجه. ليه؟ لان انت بالفعل نسيتي كرسي. فالكرسي بتاع حضرتك في وسطيهم، فهو مش متعين، فانت ما خدتيش كرسي بتاع حد معين، لا. وبعدين ده هناك اصل العمليه دي لقطه وما فيهاش شيء، وبعدين انت وديتيه في سبيل الله او لمن يوصلونا في الحرم. وقتنا انتهى مولانا، والزملاء بيطلبوا مننا ننتهي. بس امام الاسماعيليه بتسال عن كفاره سب الدين، ومعمر من اسكندريه بتسال عن نسبه الحلال في التجاره كم في المية. سريعا بعد اذن فضلتك. طيب كفاره سب الدين ما تملي يستعجلونا كده في البتاع وبيكون ناقص وقت معلش على الهوا يعني بقول اهو، فاحنا عاوزين نجاوب على الناس كلها. فسب الدين اولا ده شيء قميء والعياذ بالله، فلا بد ان نستغفر الله عز وجل كثيرا، وبقدر استهانتك بدين الله عليك ان تستغفر الله عز وجل وتندم وتبكي على انك سببت دين الله عز وجل. اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله. فاللي عليه اللي سب الدين كده ما فيش حاجه الا الاستغفار والتوبه والندم على ما فعل، لان احنا عارفين هو بيسب الدين مش معنى بيحتقره، لا هي كلمه ماشيه كده. فانا يعني ابرأ ويعني اربأ بالناس جميعا ان هم يتكلموا بهذا الامر او يسبوا الدين او شيء من هذا. عاوز تقول اي حاجه ابعد وخلي لسانك جواك وما تسبش ولا تشتم ولا اي حاجه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. الاستاذه ام عمر من اسكندريه انا بشكرها انها حريصه على الربح. انا عاوز اقول لك شوف الناس بيكسبوا بره قد ايه، واكسبي زيهم واقل شويه كمان، عشان دي مش شغلتك الاساسيه زي ما انا شايف كده، يعني اقل شويه عشان تسهلي. كلما سهلت على الناس والربح يكون اقل، خلي بال حضرتك كل ما تاخدي ربح اقل السلعه اللي هتشتريها اللحمه البرتقان التفاح من غيره هيبقى ثمنه اقل، انت هتزودي على الناس الثمن هيغلى. فعاوزك تقللي اكسبي بالحلال وكل حاجه ما فيهاش اي حاجه، انما لا نحاول ان نزايد او نبالغ في الربح. ولكن حضرتك عاوز احدد لك ازاي 10 20%، شوفي اللي بره بيكسبوا قد ايه واكسبي زيهم او اقل شويه، لانك ما بتدفعيش ضرائب، وان شاء الله ربنا يبارك لك في تجارتك. بشكرك يا مولانا، شكرا جزيلا. لا تفضفوا اليك ربنا يبارك. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، دائما نسعد بلقياكم الجمعه من كل اسبوع فتاوى الناس. طبعا برنامج مستمر كل يوم، غدا لقاء جديد باذن الله قبل هذا الموعد بساعه. حتى نلقاكم على خير بإذن الله، نترككم في أمان الله ورعايته. إلى اللقاء.